ما معنى اسم شاهيناز؟ بين الحين والآخر يتم الابتعاد عن الأسماء السهلة والتي يكون معناها ونطقها واضح، ويبدأ الآباء البحث عن أسماء تثير الدهشة والتساؤل. لماذا تم اختيار هذا الاسم؟ وماذا يعني؟ وهل هو من الأسماء العربية أم أنه أعجمي؟ هكذا هو الحال مع اسم شاهيناز، ذلك الاسم الذي يثير الفضول والتساؤل. شاهيناز اسم عالم مؤنث أعجمي ذو أصول فارسية، ويعني الملكة المتوجة الدلوعة والتي تتذلل دائما، وهو اسم مركب من شاه أي الملكة، وناز أي الذلل والدلع، ويعني المرأة الملكة، كما أنه يعني نوع من أنواع الموسيقى الإيرانية أو دلال الإمبراطور. في الكثير من الأحيان لا يحبذ الدين الإسلامي تسمية الأولاد بأسماء أعجمية، حيث أن معناها يمكن أن يؤدي إلى شبهة تحريم ويكون الاسم لإله، وهذا يمثل شرك بالله عز وجل. ولكن اسم شاهيناز اسم أعجمي، رغم أنه اسم أعجمي إلا أنه جائز لتسمية الأنثى المسلمة به. البنت التي تحمل اسم شاهيناز هي فتاة طيبة رقيقة القلب هادئة الطباع مرهفة الإحساس، فتاة رقيقة ملساء ناعمة لها الكثير من الصفات الحميدة والخصال الطيبة، رقيقة مهذبة ذات شخصية رائعة ولسان طيب وقلب طيب وهدوء ملحوظ. هي تلك الفتاة الدلوعة الجذابة صاحبة الشخصية القوية والقرار الصائب، تتميز بالذكاء الشديد والفطنة والثقة بالنفس، فضلا عن أنها فتاة متواضعة تحب الجميع وتحب الخير، ودائما ما تتطوع في الأعمال الخيرية والتطوعية وتمد يد العون والمساعدة للجميع. تتميز حاملة اسم شاهيناز بأنها مثقفة ناضجة تحب العلم، وتتميز بالنجاح وحب التفوق والتقدم في عمل يسند إليها، وتسعى دائما للتطور وتكره الجمود والروتين. تتمتع بالفكر الواعي وعلى درجة عالية من العلم والاطلاع، وأي مجال تدخله تثبت فيه نفسها وجدارتها، تتقن عملها وتتعلم، تتمتع بحب المعرفة. فتاة نشيطة تتمتع بالحيوية وحب الحياة والطبيعة، وتحب السفر والخروج في الرحلات مع الأصدقاء. هي فتاة جريئة تتحمل الصعاب والمسؤولية ويعتمد عليها، ولديها قوة ومثابرة، وتعرف كيف تعبر عن نفسها بكل دقة. شاهيناز هي الملكة المتوجة التي يحب الجميع ويحبون تدليلها، ومن أسماء دلع شاهيناز شاهي، شوشو، شوشيد، نازا، نيزو، وزوزو.